في إطار سعي العراق لتخفيف الاعتماد على الغاز الإيراني وتغطية النقص في تغذية محطات الكهرباء، بدأت الحكومة العراقية مباحثات مع وزارة الطاقة القطرية لتوريد الغاز للبلاد. العراق يعول على الغاز القطري لإدامة زخم عمل محطات إنتاج الكهرباء، مع دراسة لكل اللوازم اللوجستية اللازمة لتوريد الغاز القطري من خلال الموانئ القطرية إلى الموانئ العراقية. 7600 ميجاوات من الطاقة الكهربائية فقدها العراق جراء نقص إمدادات الغاز الإيراني، التي انخفضت من 49 مليون متر مكعب يومياً إلى 8 ملايين، ما يهدد بنقص خطير في الكهرباء. وينتج العراق ما يصل إلى 19,000 ميجاوات من الكهرباء من 30,000 فعلية يحتاجها العراق، ما يؤدي لانقطاع متكرر للتيار. الخطة العراقية لاستدامة الإنتاج تتضمن مباحثات مع تركيا ودول عربية لاستيراد الكهرباء، كما أبرمت مع السعودية اتفاقية للربط الكهربائي في سبيل تنويع مصادر استيرادها. حمزة بدات، تي آر تي آر.